تخلف الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي في تعز مئات من المآسي، خصوصا مع استمرار استهدافها للمدنيين. ومراسلتنا في تعز نساء العلواني زارت أحد المستشفيات ووافتنا بالتقرير التالي. ينادي أباه أين سيذهب ويتركه وحيدا، ف17 عاما لم تكن كافية لتحمل مرارة الفراق وعبء المسؤولية من بعده. قتلت الميليشيا فاروق القباطي ولم تترك لابنه محمد فرصة توديعه أو سماع وصيته، وها هو محمد يرسم القبلات على وجهه مطالبا أن يعالجوه في صدمة نكران المصيبة. بدت محاولات الجميع بائسة للتخفيف عن محمد، فبعد أن غسل وجهه المصبوغ بدماء أبيه وجد صديقه هادي جثة هامدة على أرض المستشفى ليفقده بذات الوجع. حشر الألم محمد في زاوية الفراق المفاجئ، فعلى سرير الطوارئ كانت عمليات الإسعاف لأخيه ميار ذو 8 أعوام تجري على قدم وساق نتيجة إصاباته الخطيرة. وقف إلى جواره ورفع يديه بالدعاء علّه ينجو، علّه يناديه مجدداً. عيناه الحزينتان سجلتا كل لحظة لإنقاذ أخيه. بعد أن جلسنا إلى جواره ما يقارب الساعتين وبعد بضع أمل في أن أخاه سيدخل غرفة العناية المركزة، أتيحت لنا فرصة لأخذ تصريحه. نحن ساكنين بقوير منتدى الشعب بحارة الكوثر، وهنا كان في قصف عشوائي بقذائف هون، وهنا أخي الصغير ميار كان يلعب خارج، وبعد ذلك أبي خرج إلى المحل بيشتري مقاضي، وهنا جيت لهم قذيفة جنب العمارة حقنا، فالوالد توفى الله يرحمه وأخي ميار بالعناية المركزة. ما إن أتم محمد التصريح حتى عدنا لميار وقد فارق الحياة. هناك على ممر المستشفى جثى محمد على ركبتيه رابط الجأش يتلو صلوات الوداع الأخيرة على أخيه، ويؤهب نفسه لساعات قادمة من دون الأب الرفيق والأخ الصديق ليكون فيها المسؤول الأول عن 3 أخوات وأم. قلوب كثيرة في تعز تدفن أحبتها فرادا أو جماعات وتندفن أيضا. يغيب كل الأحبة في غمضة عين، فتئن الروح ليتني كنت معهم، فلا أقسى من أن تكون الناجية الوحيدة بين كل من تحب. أنيسة العلواني، قناة بلقيس، تعز.